سميتي إدريس من مدينة صفرو. تقريبا يوم الخميس مع 12 ديال الليل غدا تصبح الجمعة، كنا أنا والأصدقاء ديالي في الطوموبيل، كنا بربعة بينا جايين، تصورنا في السيد، جايين من السيد، يلاه قربنا لهنا لهاد السيد ديال السيد علي بوسرغين، يلاه وصلنا لهاد القنت هذا، كنتصادفوا مع واحد المرأة لأنها اللي عندها واحد اللباس بحال اللي لابسة الكفن، وعندها واحد العينين كبار، أنها كتمشي بواحد الطريقة بحال الزومبي، الفم ديالها داير بحال السفنجة فيه الدم. ما سيقناش صراحة، أنا في ذاك اللحظة فاش شفناها إلا عرفتي الدموع جاونا لعينينا. السيد اللي كان كيسوق الطوموبيل الرجلين ديالو ما عرف ليه كسيري ولا انه يفراني. كنتمنى ان من السلطات من الجامعه الحضريه ديال مدينه صفرو انها تجي لهذا المكان، حيت هذا المكان هذا هو المتنفس الوحيد اللي كاين هنا في المدينه، ولكن للاسف كاين حيت هنايا كما كيقولوا كيجيو لهنا كيديروا هنايا الشعوذه، كيجيو كيديروا هنايا السحر. كما غادي نوري لكم هذه البلاصه، هذه عامره حاشاكم بالشعار، فيها لي فيتمون ديال عباد الله، فيها سليبات سوتيامات، المهم كل شيء. هذه البلاصه هذه معروفه عليها انها كتمارس فيها السحر والشعوذه. البارح كان عندنا اتصال مع واحد الراقي اللي دوينا معاه، قالنا في ديك اللحظه اللي كانكم نتوما شفتيوها، قال لك راه في ديك اللحظه راه كان تما الشي فقيه انه كيقوم بداك العمل ديال السحر، وكان انها مصيفطه لعند شي واحد، ما عرفتش انا شكون هذا الواحد. المهم اتصلوا بيا شي ناس عائلات انهم كياكدوا لينا نفس المنظر اللي شفنا حنايا والبارح، انهم حتى هما شافوه، نفس المراه بنفس اللباس، الخدامه اللي كيخدموا هنايا في الكريانات ولا اللي كانوا كيخدموا هنايا في الشاطو، حتى هما اكلوا لينا انهم شافوها في نفس المكان هنايا. وكنا في كامل قوانا العقليه ان ما كنا لا مخدرين ولا شي حاجه. المهم كنتمنى انني واحد الميساج انني كنوجهه للسلطات انهم يجوا لهذا المكان هذا. المكان هذا راه لا حول ولا قوه الا بالله، عامر بالزبل، عامر بداكشي ديال السحر، وكاين هنا شي جراقه اللي كيربطوا فيها داكشي ديال الخيوط اللي بغات تزوج ولا ما نعرف. كنتمنى ان السلطه تتحرك بحال هاد الامور هادي، حيت صراحه بحال هاد الشيء كيكون مؤسف. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.